بكل الخير والمحبة مشاهدينا، منطلع عليكم عبر شاشتكم شاشة العالم سوريا وبحلقة جديدة من برنامج دامسكو. من أصعب وممكن من أبشع المواقف واللحظات اللي ممكن تمر علينا بحياتنا هي لحظة الفراق، إنه نفترق عن شخص نحن منحبه أو نودع حلم تعبنا لنوصل له. لكن بحقيقة الحال قديش اليوم مهم إنه نحن نفترق عن بعض الأشياء ومن بعض الأشخاص لحتى نقدرهم ونقدر الأشياء الموجودة من حولنا، وأكيد ممكن تعطينا هاي اللحظات دافع لحتى نكمل لقدام ونستمر ونعطي منيح. صحيح، يسعد اوقاتك سوسن ويسعد اوقاتكم مشاهدينا. مثل ما حكيتي دائما احيانا الابتعاد والفراق ان كان عن اشخاص او اماكن او حتى عن حلم بتمنينا انه نوصل له بوقت من الاوقات، انه احيانا ممكن يكون هو بدايه جديده لشيء، ممكن القدر عم يكون عم يختار لنا مكان افضل واجمل، ولكن علينا انه ننتظر الوقت فقط. طبعا شوفي بحلقتنا اليوم مشاهدينا بحلقه دامسكو بالعناوين. في بداية حديثنا رح نحكي عن الواقع الطبي في مشفى المواساة الجامعي، ورح نحكي أكثر عن نشاطات شركة أكاديميا للتدريب في جامعة دمشق، وختاماً رح نتعرف على صبية مبدعة في تصميم الأزياء. أهم المؤسسات والدوائر اللي لازم تتواجد بأي دولة هي المؤسسات وأيضا المشافي اللي بتقدم الخدمات الطبية للمواطنين، وأكيد بتساهم بمنع حدوث الأمراض وانتشارها وأيضا تقديم دائما الخدمات للمحافظة على الصحة العامة. صحيح سوسن، طبعا اليوم العالم كله يشهد موجة من الأوبئة، وتحديدا في سوريا اللي عم تعاني بنقص ببعض الخدمات الطبية وأيضا بعض الأدوية اللي عم تأثر على الواقع الطبي بشكل عام. رح نحكي أكثر عن الواقع الطبي طبعا في سوريا مع ضيفنا اللي صار معنا داخل الاستوديو الدكتور عصام الأمين مدير مشفى المواساة الجامعي. اهلا وسهلا فيك دكتور. يسعد اوقاتكم. اوقاتك كمان دكتور. أوقاتك. بالبدايه دكتور، اليوم سوريا عم بتعاني نوعا ما من نقص ببعض الخدمات، ممكن تكون على الناحيه الطبيه وايضا من الناحيه ممكن الخدميه للمواطنين، ممكن هي الازمه ممكن تاثر على جوده تقديم الخدمات للمرضى؟ هلا الحقيقه كلنا بنعرف الظروف اللي مرت فيها سوريا بال 2010 بال الحرب الإرهابية الظالمة الجائرة اللي شنت على القطر العربي السوري. طبعا هي فرضت علينا مجموعة من التحديات، نحن هون عم نحكي كقطاع صحي. طبعا التحديات كانت كبيرة، التحديات شملت كل مفردات القطاع الصحي المعروفة اللي هي بالأساس الموارد الغير بشرية والموارد البشرية. لأن الموارد البشرية الغير بشرية هي الأدوات، الأجهزة، قطع الغيار. طبعا عانينا بسوريا خلافا لكل شرعة دولية من حصار ظالم جائر. الشرعة الدولية بتقول أنه الغذاء والدواء والصحة وأي شيء له علاقة بالصحة محيد عن كل الصراعات. صحيح. إلا بالحرب على سوريا كنا مستهدفين حتى بالغذاء وبالدواء. هلأ التحديات اللي صارت فرضت علينا نطور استراتيجيات مشان مواجهة التحديات هي الحقيقة. فطورنا مجموعة من الاستراتيجيات، اعتمدت أول شيء أنه وضع أولويات. الاستراتيجيات أنه تكون قابلة للتطبيق، موضوعية، تمام، تحافظ على الموجود، أنه نحن نقدر نقدم الخدمة الصحية كما كانت وبمستوى لائق للمواطن العربي السوري اللي بيستاهل منا كل تقدير وتحية. اثنين، الشيء الإعجاز اللي صار هو أنه نحن مو بس استمرينا بتأدية الخدمة، صار مجموعة هائلة من المشاريع التطويرية ضمن ما يسمى بالتنمية الدائمة والمستدامة. يعني مشينا بمحورين متوازيين اللي هو موضوع تأدية الخدمة، ثانيا الاستمرار تأدية الخدمة، وثانيا التنمية الدائمة والمستدامة. دكتور، اليوم صار في ازدياد بالحالات اللي عم تعاني من التهابات تنفسية بنسبة 30% كحالات واردة لمشفى المواساة. نعم. اليوم فينا نعتبر هذا مؤشر خطير بما يتعلق بالأمراض التنفسية، خاصة بما يتعلق بكورونا وموجة أوميكرون وكل هالقصص هي. هلا طبعا إذا بنحكي شوي التاريخ، نحن شوي مشفى المواساة طبعا هو المشفى الأكبر، المشفى الأم بسوريا، وكله دور طبعا مهم
خاصة أنا بغير بسميها مو بس الحرب الإرهابية، الحرب الفيروسية تمام. اللي اجتاحت العالم كله وفرضت عليه مجموعة من التحديات على العالم كله، طبعا منا القطر العربي السوري. مشفى المواساة كان مشفى في الأوائل بتصدي لوباء الكورونا، خصصنا جزء من مشفى المواساة بكل موضوع الكورونا. كان وصلت مرحلة أنه كان في عندي 70 مريض منوم كورونا بالمشفى، سواء بغرف العزل أو بغرف العنايات المركزة. هلأ الكورونا أول حالة يمكن ظهرت بالقطر العربي السوري كانت ب 22 آذار تقريبا 2020، وازدادت بعدين الأعداد بشكل متواتر. هلأ من حوالي تقريبا 7 أشهر صار في طفرة على الفيروس تمام. فيروسات مثل أي من الكورونا، مثل أي فيروسات، وهذا مو بس عندنا، بالعالم كله الكورونا ما اختفى، موجود. إنما الكورونا له 4 درجات اللي هي درجة خفيفة، متوسطة، شديدة وحرجة. اللي بيراجعوا المشافي عادة هن الحالات الشديدة والحرجة. الطفرة كانت اللي خاصة الأوميكرون وما بعد الأوميكرون، هي طفرة سراية شديدة جدا، يعني إصابات كتير بس معظمها من النوع الخفيف والمتوسط الذي لا يراجع المشافي. معناها هل 30% دكتور اللي عم يراجعوا مشفى المواساة حاليا هن عم يعانوا من هي الالتهابات، نحن فينا نقول انهم حالات حرجة؟ لا، 30% نحن زيادة بعدد المراجعين للحالات نحن هون ما عم نحكي عن المرضى المنومين تمام. المشفى المواساة بيستقبل بالسنة 150 ألف مريض بالعيادات كمان، مو بس بال تمام. هلا بالعالم كله معروف هو انه بين الشهر 12 للشهر 2، مو بالعالم كله يعني بمنطقتنا بالشتاء، خلينا نقول فصل الشتاء، بترتفع نسبه الانتانات التنفسيه بشكل اكبر. اللي راجعوا الانتانات التنفسيه ومشفى المواساه للعيادات وتم قبول بعضهم، ولا وحده منهم اثبت انه هي كورونا حقيقه، طلعت الفحوصات كانت سلبيه. هلأ اللي الزروة أو البيك للفيروسات هي الأنفلونزا تمام. وخاصة الأنفلونزا H1N1. وهلأ كمان في فيروس جديد، مو جديد هو الحقيقة، فيروس قديم بس هلأ زايد متواتر زيادة عدد حالاته، اللي هو اسمه الـ RSV تمام. شو هو السبب أنه بيظهر بهي الفترة هذا الفيروس؟ كل الفيروسات تزداد فوعتها بالبرد، لأنه البرد بيقلل المناعة، فالفيروسات بشكل عام الإصابات الفيروسية بتزداد فوعتها، يعني شدتها وسرايتها بالبرد. هي واحد تمام. اثنين، انه انت بالبرد بتضطري تقعدي بأماكن مغلقة غير مهوات، فبسهولة معظم الانتانات الفيروسية تنتقل عبر الهواء، عبر القطيرات تمام. فبما انه يعني منطقة مغلقة ففي سهولة بالسراية بالانتقال من شخص الى شخص. دكتور هذا الفيروس الجديد حضرتك عم تحكي عنه، هل هو اعراضه مشابهة لاعراض الالتهابات التنفسية العادية والكورونا؟ هلا هو كان نشوفه كثير عند الاطفال تحت 3 سنوات، اللي هو اسمه بالعربي التهاب التنفسي المخلوي، بالانجليزي اسمه RSV اللي هو Essential Respiratory Virus، اسمه التهاب القصيبات الشعرية كان بالعربي، أو الإنتان التنفسي المخلوي. أعراضه سعال، تعب، وهن، سيلان، أحيانا عم يترافق مع سيلان. هلأ الشيء الجديد مو بس بسوريا، حتى بالعالم، أنه في تواتر شوي كمان زاد أنه عم يصيب حتى الكبار تمام. هلأ هو ما له خطر، نسبة الوفيات فيه قليلة طبعا، الا عند المرضى اللي بسموهم هاي ريسك، اللي هن المرضى عالي الخطوره، مريض سكري، مريض ضعف مناعه، مريض مثل كوفيد يعني تمام. مثل تمام. اي الانتانات الفيروسيه، الضعف المناعه، فلانه بالنهايه الفيروسات معظمها ما لها علاج نوعي تمام. فهي المناعه هي تبع الجسميه هي اللي عم تتكفل بمقاومة هالفيروس هذا تماما. دكتور اليوم في حال، بعيدا عن الأمور الالتهابات التنفسية ولكن أيضا بالنسبة لكوليرا نعم. في حال ذكرت حضرتك أنه مشفى المواساة خالية من حالات الكوليرا نعم. وأنه أيضا مدينة دمشق نعم. خالية من حالات الكوليرا، في حال مثلا وصلت حالات مصابة بالكوليرا وأيضا بالالتهابات التنفسية، شو ممكن تكون تجهيزات مشفى المواساة للتصدي من حالة الوباء الممكن تحدث؟
هلا مشفى مواساة يعني مثل ما حكينا هو المشفى الام، هو المشفى التحويلي الاكبر. يعني بتتحول له كل الحالات الصعبه، الحالات العمليات الكبيره، ونحن مجهزين لاستقبال كل الحالات مهما كان نوعها ومهما يعني كانت تعدادها. يعني بموضوع الكوليرا نحن مجهزين بشكل كامل بكل الامصال السيرومات. بنعرف الكوليرا الأساسي، العامل الأساسي بالعلاج هو موضوع فقد الشوارد والسوائل اللي هي عم تؤدي لقصور كلوي أحيانا بنسبة أقل من 10% من الحالات. الحقيقة يعني أنه كمان ما نعني exaggerated، نحن نضخم الأمور. معظم حالات الكوليرا 90% بتمل بشكل عابر، بشكل إسهال عابر. الـ10% هذول اللي بيدخلوا شوي بفقد سوائل نتيجة للإسهالات الشديدة اللي بتصير، فهدول بدهم تعويض سوائل وتعويض شوارد. نحن مجهزين بشكل كامل وبكميات كافية لمقاربة الكوليرا. هلا راجعوا حالات إسهالات أكيد المواساة، وتم حسب الأصول إرسالهم إلى مخابر الأمراض السارية بوزارة الصحة. ما ثبت أنه هنين كوليرا، ثبت أنه إسهالات عادية. هي مدينة دمشق بشكل عام نسبة الحالات اللي تم تشخيصها بشكل إيجابي بمدينة دمشق كتير قليلة طبعا، والسبب معروف لأنه الكوليرا بالأساس هو مرض ينتقل عن طريق المياه الملوثة والطعام الملوث، فانتشر حتى الانتشار كان بالمناطق اللي هي خارج سلطة الدولة السورية بمناطق شرق الفرات والأرياف البعيدة. نحن عم الأرياف البعيدة اللي بيشربوا من آبار مجهولة يعني المصدر غير مأمونة. تمام. فهذول هن الحقيقة بشمال حلب وشرق الفرات هن اللي كان معظم الإصابات الأساسي، وحتى الإصابات اللي إجوا لهون جزء لا بأس منهم من الناس اللي هن انتقلوا من قدموا للعاصمة دمشق. تمام. دكتور، اليوم عم نشهد في حالة من تطوير البنية التحتية لمشفى المواساة. نعم. إلى أين وصلتم اليوم بهذا التطوير وشو رح يشمل اليوم؟ نعم، هلا نحن مثل ما حكينا بالبداية بالمقدمة إنه بالمواساة اشتغلنا على محورين أساسيين: تأدية الخدمة رغم كل الظروف الصعبة، رغم إنه مثل ما حكينا الحصار والأدوات الأجهزة الموارد البشرية، صار في هجرة كمان نحكي أكثر هلأ عنا بعد شوي. تماماً. فيعني مثل ما حكينا حقينا اشتغلنا على كل هالمحاور هاي. هلأ عملنا مجموعة هائلة من المشاريع التطويرية يمكن ما صارت حتى ما قبل 2010. آخر مجموعة من المشاريع، عم نحكي على آخر مجموعة هي المجموعة اللي افتتحها السيد رئيس مجلس الوزراء، اللي كانت شملت تأهيل الطابق الرابع والخامس، هذول اللي بيناموا فيهم مرضى الإسعاف بشكل كامل. بعدين الموضوع عملنا شيء، المشفى المواساة له شقين، شق خدمي وشق أكاديمي. تمام. والشق الأكاديمي يمكن هو الأهم بمشفى المواساة، فكمان طورنا بهالموضوع هذا. تم إعادة تأهيل المدرج الأكاديمي بشكل كامل، تزويده بكل الوسائل السمعية البصرية، ربط المدرج مع غرف العمليات، لأنه ما ممكن تجيب مجموعة كبيرة من الطلاب ودخلهم على غرف العمليات، هذا ما بيتناسب لا مع ظروف لازم يكون دائما في تأهيل أكاديمي لهدول الطلاب اللي رح يشوفوا على العملية. بده يشوف عملية بس ما بتقدر تدخله، أنا بدخل 50 طالب على غرفة العمليات. صحيح. فبيقعدوا بالمدرج بيشوفوا بيحاوروا الجراح موصولي من عيادة مكافحة التدخين، عملناها هي غير مسبوقة بمشافي القطر العربي السوري. عيادة مكافحة الألم، في مرضى تجاوزوا كل الوسائل اللي بيقدروا يكافحوا فيها الألم، مرضى سرطان منتشر، مرضى رضوض، بعد عمليات أحيانا جراحية ما عادوا استفادوا لا من علاج جراحي ولا من علاج محافظ. عملنا لهم شيء اسمه عيادة الألم، بيقوموا عليها مختصين بيحقنوا لهم مواد ضمن النخاع الشوكي مشان يخففوا عليهم موضوع الألم. موضوع الأتمتة كمان عملنا اشتغلنا عليه، تم ربط المشفى كله بأتمتة بالمكتب قبول، انه اي مريض بيكون عنده مثل بطاقة الكترونية. تمام. والبطاقة الالكترونية عليها باركود عليها كل معلوماته، حتى المراجعين كمان مشان عم نأسس انه حتى المريض بدل ما يتعذب ويجي وياخذ موعد مثلا بالمرنان ولا، فممكن هو عبر هاتفه الشخصي برقم الباركود تبعه
بياخذ، وحتى الرسم الصغير اللي بيدفعوا للمرضى الخارجيين الدولة السورية لسه رغم كل هالظرف المرضى المنومين والمرضى الإسعافيين ما بيدفع ولا فرنك سوري بال تماما دكتور. اليوم نحن بنهاية العام، ممكن بعض الأشخاص يحتفلوا بطريقة خاطئة أو يعني بيطلقوا النار احتفالا بالأعياد النايرية وإلى ذلك بنهاية العام. شو تصديات مشفى المواساة في حال حدث بس إصابات؟ بس اسمحي لي أنا زيد شغل الأهم، هي اللي عم نشتغل عليها مشفى المواساة اللي هي المجمع الإسعافي. المجمع الإسعافي هذا أكبر مجمع إسعافي ليس في سوريا وإنما في دول الجوار. انتهى 90% من الإكساء، اجت توجيهات واعتمادات انه هالمشروع كمان يكتمل ويكون موضع الاستثمار بنهاية 23. هذا مجمع 11 طابق، في 172 سرير، في 27 سرير عناية مركزة، في 7 غرف عمليات، في مهب مدرج طائرة تمام مشان الاستقبال الإسعاف الطرقي اللي بيجي مثلا من أماكن صار حادث سير بمنطقة بعيدة، المريض ما بيتحمل، هذه حالة حرجة جدا، ممكن حالات ما بيتحمل وقت انه يوصل. موضوع زراعة الأعضاء كمان عم نحاول نطورها، انه اذا بده يتاخذ عضو من مكان آخر الى دائما بده حالة طائرة. جهزنا مدرج طائرة فوق بالطابق 11 اللي موجود فيه، مدرج أكاديمي كمان جديد. كمان هذا ان شاء الله بنهاية 2023 هيكون بموضع الاستثمار. نحن حاليا بالمواساة نستقبل 500 مريض يوميا بالإسعاف، بس نصير نستقبل 1500 مريض، 3 أضعاف بعد دخول المجمع الإسعافي بالعمل. تمام. نرجع الموضوع بالنسبة للأعيرة النارية اللي ممكن تصير بنهاية السنة. طبعا هذا أكيد نحن دائما بننبه، وأنتم كمان لكم دور هون كمان وسائل الإعلام والتثقيف، أنه الواحد ممكن بيعبر عن فرحته بوسائل كتير يعني بوسائل تانية غير موضوع إطلاق النار العشوائي. يعني كل سنة نحن بيوصلنا كتير من الإصابات العشوائية بإطلاق النار العشوائي، فنرجو من المواطنين أن يعبروا عن فرحتهم عن بهجتهم بوسائل ما بتضر الآخرين. تمام. طبعا بدنا نشكرك جزيل الشكر دكتور عصام الأمين، وحضرتك مدير مشفى المواساة الجامعي، شكرا جزيلا لإلك. شكرا كثير لحضرتك. تحياتي. طبعا مشاهدينا خليكم معنا، فاصل صغير ونرجع لنكفي ما تبقى من برنامج دامس كل اليوم. الاستحمام بالماء الساخن ممكن يكون من أجمل الطرق لحتى نعيد نظافة وصحة الجسم، وأكيد ممكن نعيد الراحة والاسترخاء للجسم بعد يوم طويل ويوم متعب. صحيح سوسن، وأيضا الاستحمام بالماء البارد له الكثير من الفوائد، ومنها تنشيط الدورة الدموية والعديد والكثير من هذه الفوائد اللي رح نتعرف عليها أكثر طبعا بالتقرير التالي. منتابع سوا وبنرجع. كثير أشخاص بفضل الاستحمام بالماء الساخن والشعور بالدفء والابتعاد عن أي درجة حرارة منخفضة، لكن بالمقابل في أشخاص بتدخل تحدي مع ذاتها وبتفضل الاستحمام بالماء البارد حتى بفصل الشتاء، وبتدخل النقاشات بين أيهما أفضل للاستحمام، لكن وجهة نظر الباحثين إلها رأي مختلف. الدراسات وجدت المزيد من الآثار الإيجابية الجسدية والنفسية والعديد من الفوائد للحمام البارد، أولها زيادة الطاقة،
بالنظر إلى الرشفة الفورية التي تحصل عليها من تعريض نفسك للماء البارد، فمن المنطقي أن هذا النوع من الاستحمام ارتبط بزيادة مستويات الطاقة. الباحثون وجدوا أن التأثير الإيجابي الأكثر شيوعاً للتجربة كان الزيادة في مستويات الطاقة لدى الأشخاص، والتي شبهها العديد من المشاركين بتأثيرات الكافيين. تقوية المناعة. الدراسة نفسها وجدت أن أيام المرض التي أبلغ عنها المشاركون للتغيب عن العمل انخفضت بنسبة 29% على مدار التجربة. تحسين المزاج. الاستحمام البارد قد يساعد أيضاً في تحسين حالتك المزاجية. السبب هو أنه نظراً للكثافة العالية لمستقبلات البرد في الجلد، فمن المتوقع أن يرسل الاستحمام البارد كمية هائلة من النبضات الكهربائية من نهايات الأعصاب الطرفية إلى الدماغ، مما يؤدي إلى تأثير مضاد للاكتئاب. ومع ذلك فإن الماء البارد يمكن أن يخبر الدماغ بإفراز النور أدرينالين والدوبامين، ويسبب لك الشعور ببعض التأثيرات الحيوية والمضادة للاكتئاب. ومع ذلك فإن الماء البارد يمكن أن يخبر الدماغ بإفراز النور أدرينالين والدوبامين، ويسبب لك الشعور ببعض التأثيرات الحيوية والمضادة للاكتئاب. التدريب وتطوير المهارات من أهم الأمور اللي لازم نركز عليها ونضوي عليها بحياتنا، ولهيك انشأت كتير من المراكز والمؤسسات يلي بتستهدف تطوير المهارات وقدرات الأفراد. صحيح سوسن، طبعا مشاهدينا، ومن بين هاي الشركات أو المؤسسات هي شركة أكاديمية المعنية دائما بتدريب الكادر البشري وتطويره لحتى نوصل لأعلى مرحلة من العطاء الجيد طبعا بهي الكوادر. طبعا احنا نحكي أكثر عن هذا الموضوع اللي مع ضيفتنا اللي صارت معنا داخل الاستوديو، الأستاذ اليسار رياض الحمد، مؤسس ومدير عام شركة أكاديمية للتدريب والاستشارات. اهلا وسهلا فيك يا سعد. اهلا وسهلا بحضراتكم، يسعد اوقاتكم. اهلا وسهلا فيك يا استاذه. بالبدايه خلينا نعرف المشاهدين فعليا شو هي شركه اكاديميا وعلى شو بتستند وعلى شو بتهدف. اكاديميا تعني تاهيل التدريب المهني الاحترافي التوجه العالمي. بالدرجه الاولى وجدت اكاديميا كجهه تدريبيه واستشاريه مهنية تعنى بإبداع وتطوير برامج تدريبية لتأهيل الأفراد لسوق العمل وتطوير مسارهم المهني ضمن برامج تخصصية. تمام. ذكرتي مفردة التوجه العالمي، يعني كيف هي، يعني نشرح أكثر عنها، شو يعني التوجه العالمي؟ إنه مثل ما عم تعمل الدول المتقدمة نحن عم نمشي على هذا المبدأ ولا؟ تماما بالضبط. نحن بدأنا مقرنا الأساسي بسوريا دمشق. تمام. التأهيل والتدريب كل ما أخذنا من ثقافة الآخرين وطلعنا على اهتمامات الآخرين كل ما أضاف لإلنا. صحيح. فصف التوجه العالمي ضرورة. تمام. لتطوير عملنا وتطوير مخرجاتنا التدريبيه بالسنوات القادمه. اكيد استاذه، بالشهور السابقه حدثت اتفاقيه ما بين شركه اكاديميا للتدريب والاستشارات وما بين جامعات دمشق، فينا نتوسع اكيد عن الاتفاقيه، كيف كانت اجواء الاتفاقيه، عن البرامج التدريبيه اللي ضمنتها الاتفاقيه. من اهم الاتفاقيات اللي قامت فيها اكاديميا بعام 22 هي مع الجهه الاعرق جامعه دمشق. تمام. واتفاقيه كانت مخرجاتها جدا جيده، تعاوننا باول برنامج تدريبي مع جامعه دمشق مكتب ممارسه المهنه كليه الاقتصاد قسم اداره الاعمال بدبلوم قياده اعمال احترافي تاهيل قاده باداره الاعمال. تمام. خلال الأشهر الماضية حققنا استدامة بالبرنامج، عندنا حصيلة خريجين 42 خريج، 3 مشاريع طوعية حاليا بصدد التحضير لإطلاقها خلال عام 23. تمام. بالإضافة للتعاون مع المعهد العالي للتنمية الإدارية قدمنا أول ورشة تدريبية اللي هي تنمية المهارات القيادية. بالثلث الأول من عام 23 رح نكمل الاتفاقية ب 11 ورشة تدريبية وبرنامج يعنى بالريادة في الإدارة. حكيتي شيء مهم كثير، إنه هي أهم الاتفاقيات اللي عقدتها شركة أو أكاديمية طبعا بهذا الموضوع. ليه هي تعتبر الأفضل كاتفاقية؟ لأنه بلشتوا أنتم من الجامعة، في خريجين جامعات رح يتخرجوا ويروحوا على الحياة العملية الواقعية، فأنتوا هي أهميتها هون تكمن، أنتوا بلشتوا من هذا المكان؟ جزء، هذا الحديث تفضلت فيه حضرتك جزء من الأهمية، والجزء الثاني الأهم أكاديمية مؤسسة ريادية. تمام. يوم بدخل أي مشروع بأكاديميا بس على نجاح المشروع بشكل كامل، فأنا مع جهة تمتلك العنصر النجاح الأساسي وهو المورد البشري الشباب. تمام. صحيح.
أنا سألتك هذا السؤال لأنه دائما أحيانا للأسف عم نشوف أنه في خريجين من الجامعات باختصاصات أي اختصاصات فعم يقبلوا على الحياة العملية بالحياة بشركات أو بأي شيء يتعلق عم بيكون ما في تدريب مهني تدريب تحضير نوع من التصادم يعني بينصدم من الواقع العملي أنه أنا مو هيك كنت فقدام مهم هذا الشغل عم تشتغلوا اليوم ليتأهلوا هاي الكوادر التوأمة اللي خلقناها بالتشاركية مع جامعة دمشق جدا مهمة لتأهيل الشباب لسوق العمل شبابنا بالمرحلة الأكاديمية مؤهل بشكل أكاديمي بشكل جيد جدا بس بنخصوا سكيلز المهارات تمام دورنا مع جامعة دمشق نحفز السلوك القيادي الريادي نحفز الفكر الابتكاري الإبداعي عند الشباب يصبح الشاب متعلم ذاتي تمام هو قادر على تطوير مهاراته وقادر يبحث مع نفسه أنا شو المهارات الأهم اللي بمتلكها اللي بتحقق لي مورد مادي واستدامي تمام فهذا الدور الأساسي اللي عم بتكون فيه أكاديمية بتشارك خلال الاتفاقية كان في نوع من البرامج ونوع من الخطط لحتى تتنمى قدرات الشباب وخريجي جامعة كلية الاقتصاد كيف كانت البرامج وكيف تم التدريب وكيف تم تنمية قدراتهم وتجهيزهم لسوق العمل البرنامج عم يتنضد عم نراعي انه نحن ضيوف مع جامعة دمشق انا في مناهج معينة كانوا يتم تقديمها تمام انا كأكاديمية يوم عم ادخل بجامعة دمشق بدي غطي جانب اللي هو الجانب العملي تمام بدي احاول اطلع من المنظور الأكاديمي اللي دائما متعودين عليه بالجامعة عم نتشارك مع الأساتذة المحاضرين بالجامعة عم نستقطب أصحاب خبرة من سوق العمل تغطوا الجانب العملي عم ننضد المحاور التدريبية بطريقة تطبيق عملي لحتى يصبح المتلقي بنهاية البرنامج عم يلمس شيء غير منظور بس عم بيشوفه بشخصيته خبرة وتجربة عملية هذا حققناه بدبلوم قيادة الأعمال الاحترافي مع جامعة دمشق من خلال نتائجه على متدربينا سواء اللي عندهم مشاريع طوروا مشاريعهم أو اللي طوروا ضمن مسارهم المهني بتمنى بـ 23 أنا بتعاوننا مع جامعة دمشق نطلع من إطار الخريج نستهدف الطالب لأنه ضمن قانون مكتب ممارسة المهنة نحن فقط عم نستهدف الخريجين تمام. فنتمنى بسنة 23 وهذا بصدد نقاش مع رئاسة جامعة دمشق أنه نكون شريحتنا المستهدفة كمان طالب السنة الثالثة والرابعة لأنه بالوضع الحالي صار ضرورة أنا حياتي المهنية وحياتي الأكاديمية تمشي بنفس المسار في سؤال دائما أنا بسأله لحالي لما بيكون في هذا العمل اللي له علاقة بتطوير المهارات أو أعطاء الخريجين أو أي أحد تمكينه لدخول سوق العمل دائما من يقيم نجاح هذا العمل أنت اليوم كيف بتقيم نجاح مؤسسة الأكاديمية على موضوع منهاج أو تدريب لطلاب شركائي متدربيني يعني أنه نحن يعني لمسنا شيء تماما ليس فقط موضوع نظري أنه أنا راح أعطيك خطوات تتابعون أنت نحن كان في شيء عملي أي عمل في شيء سلبي إيجابي ما في يعني في الأشخاص مختلفة اللي بتقيم بس التقييم الأهم بالنسبة للمؤسسة وبالنسبة للأكاديمية هو المتدرب أنا ما برجع المتدرب بيحكيني بعد 3 شهور بياخذ مني استشارة هذا كتير بيعني لي صحيح. يوم بيجيني أشخاص بيقولوا لي الأستاذ أو الأنسة الفلانية اللي كانت معكم بالدفعة الأولى بقيادة الأعمال الاحترافي هي قالت لي التحق بهذا البرنامج وهذا شكلنا حافز يعني أنا بدبلوم قيادة الأعمال الاحترافي الدفعة الأولى ما كان في محور دراسة الجدوى الاقتصادية الدفعة الثانية أضفنا محور دراسة الجدوى الاقتصادية لأهميته للمتدربين صحيح لأنه أنا يوم عم بعطي المتدرب بنموذج العمل التجاري سواء باللغة العربية أو الإنجليزية عم يوصل قادر يعبر عن مشروع بس بالصيغة المالية اللي بيقدر يخاطب فيها المصارف ما عم بيكون احترافي فأضفنا محور دراسة جدوى اقتصادية الدفعة الثانية بشوف دائما انه هي دائما بتشكل له عائق مع البنوك انه انا ما في جدوى اقتصادية لمشروعي انه كيف بدي اقنع البنوك بانه انا بدي قرض لافتح مشروع صغير مثلا او اسس تمام. هذا تجاوزناه بالدفعة الثانية وحاليا بالدفعة الثالثة كمان في تطوير لبعض المحاور التدريبية تماما استاذ اليوم الكوادر اللي عم بتدرب الشباب الجامعي باتفاقية تحكينا اكثر عن الكوادر مين هن بالضبط وكيف ساهموا بتطوير القدرات كل خبير يملك المهارة التي تناسب المحور التدريبي المنضد من قبل أكاديمية دائما عم نسعى نستقطب عدد أكبر من الخبراء لأنه تراكم الأفكار والخبرة عند المتلقي هي اللي عم تعطيه السلوك القيادي والريادي بعمله فعندنا 15 محور تدريبي 15 خبير
واليوم المخرجات اللي ناتجة عن الاتفاقية، تحكينا أكثر عن المخرجات، النتائج الناتجة عن الاتفاقية والتعاون بين شركة أكاديميا وجامعة دمشق. النتائج من حيث بداية استدامة العمل، قدمنا مع كلية الاقتصاد، وحاليا نحن عم ننسق مع قسم المصارف والتأمين. إن شاء الله بالثلثية الأولى من 23 رح نطلق مجموعة حقائب تدريبية تتعلق بالقطاع المصرفي وقطاع التأمين، من ضمن إدارة المصارف لإئتمان وسياسة منح القروض سواء للقطاع الخاص أو العام أو هيئة التمويل، مجموعة ورشات تدريبية تتعلق بالأسواق المالية، بالإضافة للمعهد العالي للتنمية الإدارية. عنا باكج تدريبي ضخم مع المعهد العالي، إن شاء الله بشهر 7/23 بنكون حققنا إن شاء الله. بالتعاون كمان مع كلية الإعلام عنا مجموعة ورشات تدريبية رائعة ما بتتجاوز 12 ساعة تدريبية. دورنا مع كلية الإعلام وهو تعاون أنا بشكل شخصي متشجعة له، لأنه عم نشتغل مع جهة تمتلك المهارة، ممتع العمل معه. فالورشات التدريبية تتعلق بالإلقاء، الإخراج، التصوير، المونتاج الإذاعي والتلفزيوني، إعداد التقارير، فالتحرير الإخباري، مجموعة ورشات تدريبية جميلة وناعمة ومهمة لطلاب الإعلام أكيد. طبعاً بدنا نشكرك جزيل الشكر، وأمنياتنا دائماً بالتوفيق لحضرتكم طبعاً ولمؤسسة أكاديمية طبعاً اللي عم تشتغل دائماً على تطوير هاي الشباب وإدخالهم لسوق العمل بطريقة جداً جيدة وممتازة أيضاً. شكرا كثير شهدي بعتز فيها، وبتسمح لي انا اتشكركم. انا اول لقاء كان لي معكم بشهر 3/13/3 اطلقنا دبلوم قياده الاعمال الاحترافي، والسنه عم ودع 22 معكم، فبتمنى لكم التوفيق وسنه خير على الجميع يا رب. اهلا وسهلا فيك طبعا الاستاذ اليسار صحيح رياض الحمد، وحضرتك مؤسس ومدير عام شركه اكاديميه للتدريب والاستشارات، شكرا كثير لوجودك معنا. عفوا، شكرا لك، كل التوفيق لكم. مشاهدينا، السيدات السوريات دائما عم يكون لهم بصمه مميزه بمختلف المجالات، ومنها ايضا الرياضيه اللي دائما عم يظهرونا بانجازاتهم. اكيد منير، واليوم بتقريرنا التالي رح نتعرف على حكايه بطله سوريا وبطله العالم برياضه الكيك بوكسينج، بنتعرف على حكايتها بالتقرير التالي. عزة عطورة، سيدة بأربعينيات العمر، خريجة كلية الفنون الجميلة وبطلة عالم كيك بوكسينج، وأيضاً حاصدة على جوائز عالمية وميداليات ذهبية. قصة كتبتها بجهد وتعب وصلوا لهي المرحلة من الاحتراف. هلا أنا الرياضات اللي لعبتها كرياضات بشكل عام هي كرة سلة وألعاب قوى ورمي قوس وسهم وسباحة تنس وألعاب قتالية. الألعاب القتالية الباسكت بول هي الألعاب القتالية، هن الوحيدين اللي شاركت فيهم بطولة الدولية. الفنون القتالية لعبت تايكوندو، لعبت كاراتي، ولعبت ملاكمة، ولعبت كيك بوكسينج وموي تاي وميكس مارشال آرت وهابكيدو. اللي حققت فيهم شيء دولي هن الكيك بوكسينج، معيت من ألقاب عالمية، أهم الألقاب العالمية هنا بطولة عالم كيك بوكسينج، بطولة أندية عالم كيك بوكسينج، بطولة كأس العالم كيك بوكسينج. الكيك بوكسينج ما لها مجرد رياضة بالنسبة لعزة، وإنما هي أسلوب حياة، كما أنه بتعتبرها حاجة حياتية. فكل سيدة بحاجة لأن تمتلك القوة البدنية مو بدافع العنف، بل لتمتلك من القوة ما يزيد ثقتها بنفسها. ما كنت بحاجتها لأنه بدي انتقم من شيء. عم بيلعبوا الألعاب القتالية هلأ، ثلاث ارباع التوجه عم بيكون الالعاب القتاليه يا لانحاف يا لفرق طاقه سلبيه، ما حدا عم بيلعبها للهوامش او المهارات الحقيقيه اللي فيها. مو كل واحد بده يدافع عن نفسه لازم يتعلم فنون قتاليه، هي لازم تكون شغله حياتيه،
شغله بتعلمها مثل ما بتعلم اقرا واكتب، مثل ما بتعلم باكل واشرب، لازم اتعلم احمي حالي. يعني هي شغله حاجه، ما هي انه خيار اضافي. رغم قساوة اللعبه ومتطلباتها الجسديه والبدنيه، لكن عزه وراها شخصيه بتحمل كثير من الاحساس والرقه. هالشي دفعها لتتغلب على كثير صعوبات تعرضت لها خلال ممارستها للعبة الكيك بوكسينج. بس يعرفوا انه انا بطلة عالم، او لانه مجرد انه انا شكلي ضخم كذا، ممكن العالم كثير تتطلع. هلا بتتطلع تنمر، بتتطلع اعجاب، بتتطلع عارفان انه انا بطلة عالم، ما فيني اقعد بقلوب الناس يعني. بس بكل الاحوال يعني انا شو ما كان شكل الخوف ولا التنمر ولا التشجيع ولا كذا، انا بالنسبة لي كلياتهم دافع لقدام يعني. وأطلقت مشروع الخاص اللي بيستهدف الرجال والنساء والأطفال وحتى ذوي الهمم. نجاح البطلة عزة بلعبة الكيك بوكسينج ونقلها للآخرين وتطوير مهاراتهم بيأكد قدرة كل شخص على تعزيز ثقته بنفسه ووصوله للهدف يلي بيسعى له. مشاهدين، الأشخاص الموهوبين هنن كتار طبعاً، وبتتعدد وبتتنوع مواهبهم، ولكن لا يكفي فقط أن نصفق للموهبة، إنما علينا دائماً أن نتبناها ونشجعها لحتى توصل لأعلى طبعاً مراحل هاي الموهبة، أنه تنضج بشكل صحيح وتوصل للنجاح. أكيد منير، اليوم بدنا نحكي عن صبية مبدعة واختارت طريق لتكمل فيه وهو مجال الرسم وأيضاً تصميم الأزياء. اليوم معنا ضمن استديو دامسكو الموهوبة نغم صباخ. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي نغم. نغم، بالبداية تحكي لنا ايمت بلشتي بهذا المجال؟ لا، بدأت أنا من وقت ما كان عمري 15 سنة، دخلت بمدرسة فنون ثانوية وعلى هذا الأساس أنا لأنه بحبها عن شغف وحب دخلت الفنون. تمام. اليوم أول تصميم أنت بدأتي فيه، اليوم بعض الأشخاص ممكن يرسم تصاميم بعد مرور الوقت ممكن يحس بتطور وإنجاز حلو، أول التصاميم يلي رسمتيها شو كانت؟ لا، أول تصميم أنا رسمته كان فستان سهرة لون أحمر. بوقتها كنت حابة إنه فوت بهالمجال، وحبيت أجرب يعني إنه إذا بقدر أدخل فيه أو لا، ورسمته. والفرق كان كتير كبير يعني من وقت اللي رسمته لهلا، كتير فرق واضح وكبير. يعني فرق معي المليكان، طريقة رسم المليكان، فرق معي التلوين، تقريبا يعني كل شيء فرق. تمام. معي أكيد. طب هلا حكيتي لنا انه انت بلشتي بمدرسه ثانويه اللي تعلمتي فيها بدائيات الرسم مثلا، مين ليش اخترتي هذا الموضوع؟ يعني انا بعرف كيف بلشتي، بس ليش اخترتي هاي عالم التصميم والازياء والقصص؟ هلا بالبدايه انا انه من وقت ما كنت صغيره من عمر الثمان سنين انه كنت ارسم وخيط وصمم للباربي تبعي، يعني حب هي الشغله فكملت فيها يعني ودخلت عن شغف وحب. تمام. واللي خلاني يعني انه ادخل بهذا الشيء تشجيع اهلي انه يشجعوني، اي حلو تمام كملي وبيطلع معك احلى. تمام. اليوم بعض الاشخاص اذا كان عندهم موهبه بيعملوا مثل استراتيجيه او خطوات لحتى ينموا هي الموهبه، انت اليوم شو عملتي لحتى وصلتي لليوم من خطوات؟ يعني مثلا تعلمتي على شيء معين، حضرتك قلتي انه فتي على مدرسه. لا، مدرسه. تمام. كيف طورتي مهاراتك بالرسم وتصميم الازياء؟ هلا من وقت ما انه خلصت ثانويه صرت احب انه من حالي بنفسي يعني اتطور، اتدرب كل يوم على طريقه رسم المليكان، على طريقه التلوين، تابع الازياء، صفحات الازياء والموضه كل يوم، شوف شيء جديد يعني تابعه، تابع يوتيوب، اتدرب لحتى انه اتمكن من الرسم اكثر. صرت اشوف تصميمات من فنان او من فنانه او عارضه ازياء قلدها، وعلى هذا الاساس كملت انه لما تمكنت فيه تمام صرت استوحي فكره من خيالي وارسم من افكاري. طيب. اليوم اذا بدنا نحكي عن النجاح بهذا المجال، شو الصفات اللي لازم تكون موجوده بالشخص لينجح بعالم التصميم؟ يعني انت شو بترجحي مثلا انه لازم يكون عنده الشخص لحتى يبدع بهذا المجال؟ هلا اكيد لازم يكون بيحب هذا المجال ليدخله، يعني بده يكون عنده طموح وحلم فيه ليقدر يكمل فيه. تمام. بده يكون عنده القدره كمان على افكار جديده وطوله بال كمان اهم شيء. تمام. اليوم الافكار اللي انت عم بطريقه تصميمك للمانيكانات للازياء اللي انت عم تعرضيها برسماتك، اليوم كيف عم تصنعي الفكره؟ كيف عم تختاري الفكره؟
هلا صرت انه من شوف موديل مثلا انه اخذ فكره شوي عنه وطبق على فكره ثانيه، استوحي من شيء فكره زياده ساوي مثله تقريبا. تمام، هلا انت رحتي على مرحله التطبيق، على مرحله الواقع اليوم، ولا رسماتك هي لحد الان قيد الورق؟ هلا لسه انه على الورق مبدئيا، بس حابه لبعدين طور اكثر انه طبق نزل سحب قالب للتصميم وللخياطه، حابه طور اكثر. اذا بدنا نحكي انه كل شيء الشخص احيانا بيكون موهوب فيه شو ما كان، طبعا باي مجال دائما في صعوبات بهذا المجال، اليوم كتصميم ازياء شو الصعوبه اللي بتواجهوها الناس اللي بيصمموا ازياء؟ لا بالنسبه لي في صعوبات كثير، بلاقي صعوبه بطريقه المليكان، رسم المليكان وتحريكه تلوين الموديل، ودي نزل الموديل على المليكان بلاقي كثير صعوبه فيها، والالوان كيف بدي ادخلها، اذا هذا اللون بيلبق مع هذا اللون او لا، بلاقي صعوبه فيها كمان. بتلاقي صعوبات مثلا من ناحيه دمج الالوان لحتى تطلع على اللون المناسب وبيلبق مع اللون الثاني. هلا في مقوله دائما انه كله على ذوقهم ولبسوا على ذوق الناس. يعني انت اليوم لما بتصممي شيء كالوان او ازياء بتتبعي اسلوبك الشخصي باللباس، كيف بتحبي الثياب مثلا، او لا بتروح على شو بيناسب الناس، شو بدها الناس؟ هلا انا بفضل انه يكون شو بتحب الناس وهيك، بس اكثر شيء انه برسمه من الذوق اللي بحبه انا. تمام. اليوم رسماتك وتصاميمك موجوده اليوم على الورق، ممكن في خطط مستقبليه لحتى تتحول لمشروع حقيقي على ارض الواقع ولا؟ اكيد هلا انا حاطه انه في ببالي مشروع انه طور من هذا المجال، اتعلم بمعهد تصميم ازياء لاتعرف على كل مجالات تصميم الازياء من الرسم للتصميم. تمام. لسحب القالب وللخياطه. تمام. ممكن اليوم نتعلم نغم تتعلم طريقه جديده بمجال الخياطه وتدمجه ايضا بافكارها الابداعيه بمجال التصميم؟ اكيد يعني جائز هذا الحكي. طيب اليوم موضوع العمل على ارض الواقع كانه استثمر انا هاي الموهبه بانه يكون في عمل ويصير في منه ارباح ماديه بنفس الوقت، يعني ما بكفي انا بس انه ابدع وصمم وكل شيء، لازم يكون في مردود معنوي ومادي. اليوم كيف بتلاقي موضوع الشغل بهذا المجال؟ في له فرص عمل؟ هل هو صعب الدخول بهذا العالم تصميم الازياء لحتى يصير في مردود مادي اساسا ولا كيف؟ هلا اكيد هو صعب كثير يعني وواسع، انه بيضل في شيء جديد كمان بالتصميم، انه ما بيوقف عند شيء محدد، في شيء لبعدين انه جديد، بيضل في افكار جديده، وطبعا يعني بمدخول مادي ومعنوي تمام يعني. تمام. مستقبل حلو. تمام نغم، اليوم بعض الاشخاص بحبوا يتركوا بصماتهم الخاصه او هويتهم الخاصه بتصاميمهم، اليوم كيف عم تحاولي تتركي لمساتك عن طريق رسماتك وتصاميمك؟ هلا اكثر شيء بحب ارسم فساتين سهره. تمام. يعني اكثر شيء بحب هيك شيء، وبحب ادخل كذا لون مع بعض ادمجهم يعني من يلبقوا مع بعض. تمام نغم، بدنا نتشكرك على كافه المعلومات الحلوه اللي قدمتي لنا اياها وعلى وجودك معنا لليوم. نغم صباح كثير لك، اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا مكملين معكم ما تبقى من حلقتنا لليوم، ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا وصلنا معكم لفقرة سطور المعنية دائما بالكتب والروايات السورية والعربية وأيضا العالمية، وأهمية هذه الكتب والقراءة طبعا في معرفتنا لثقافات الشعوب الأخرى. شو محضرت لنا زميلتنا زينب؟ نتابع سوا. رواية نالت جائزة نوبل بالأدب وحققت أعلى نسبة مبيعات بالعالم، وتم ترجمتها لعدة لغات.
هالرواية تم نشرها بعام 1947، وتحدث فيها الكاتب ألبير كامو عن مرض طاعون بيجتاح مدينة وهران بالجزائر، وبدأ الكاتب القصة بلحظة انتشار مرض الطاعون وتفشيه، وهون بلش الخوف يزداد والصحف نشرت الأخبار، ونتيجة لاستغاثات الأهالي استجابت السلطات وجمعت عدد كبير من الجرذان وحرقتهم، لكن للأسف ما وقف هالوباء وانتشر بشكل كبير. وهون كان في طبيب عمل أبحاث مع صديقه وتأكد من تفشي مرض الطاعون بالبلاد بشكل رسمي. أغلقت المدينة بالكامل وتم فرض حظر وتوقفت خدمات البريد، وأثرت العزلة على جميع سكان المدينة ونفسياتهم، وحاول بعض سكان الهروب، وبعد أشهر اندلع العنف بالمدينة واستمر الوضع بالتدهور وأعداد الوفيات ارتفعت بشكل كبير، وبعدين وصلت المدينة لأسوأ حالاتها، والأطباء حاولوا يلاقوا علاج، والدكتور وصديقه استمروا بتجريب الدواء على المرضى واكتشفوا مصل وتم تجريبه كمان، وهون بدأت أعداد الوفيات بالانخفاض، وانتهت أحداث الرواية مع انتهاء تفشي مرض الطاعون بالمدينة. تعالوا لنتذكر بعض الاقتباسات يلي وردت بهالرواية. النضال المشترك هو ما يجعل المجتمع ممكناً، أو إن كل ما يستطيع الإنسان أن يربحه في معركة الطاعون والحياة هو المعرفة والتذكر. أما الاقتباس الثاني اللي رح قلكم إياه، أميل إلى الاعتقاد أن المبالغة في وصف أهمية الأعمال الجليلة تنتهي آخر الأمر بتكريم غير مباشر للشر، لأن في ذلك افتراضاً أنه ليس للأعمال الجليلة هذه القيمة العظيمة إلا أنها نادرة، وأن السوء واللامبالاة أشد وأوفر تحريكاً لتصرفات الناس. هاي الرواية اللي اخترت لكم اياها لليوم، تنتظروني الأسبوع القادم برواية جديدة وملخص جديد. تبقوا بألف خير. مشاهدينا، وصلنا معكم لختام ساعة دامسكو، على أمل لقاء بكرة أكيد بنفس المواعيد ومع ضيوف وفقرات جديدة. أكيد منير، ولا ينسوا يتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك، وعلى قناتنا على اليوتيوب. من هلأ لبكرة، تبقوا بألف خير.